السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. هذا ثاني فلوغ ليا معكم الخوت من المدينه ديال بودابست، وكنشكركم بزاف فريمون على الدعم ديالكم. كنشكر المغاربه، كنشكر لي زالجيريان، كنشكر لي تونيزيان، كنشكر كاع الناس العرب. وان شاء الله رمضان يكون ربما ما غلبكمش ان شاء الله باذن الله. الو غادي تبقاو معايا ان شاء الله، غادي ندير معكم واحد الجوله في هاد لا فيل هادي، وغادي تشوفوا بزاف ديال المناطق اللي تقدروا تزوروهم مزيان، و فريمون غادي تستمتعوا معايا. السلام عليكم.